يعني المشهد الذي نشاهده اليوم في إيران ليس بجديد على الساحة الإيرانية. منذ عام 2009 كانت اندلاع أول مظاهرات احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية. أعتقد من يومها بدأ الشعب الإيراني يخلع ثوب الخوف أمام النظام الإيراني وأمام قوة البسيج والحرس الثوري، وخرج إلى الشوارع الإيرانية منددا بهذا النظام الذي يعني يفعل كل شيء لأجل الحفاظ على عرشه. يعني النظام الإيراني يزور الانتخابات، يقمع الحريات، يقتل النساء، كل ذلك من أجل الحفاظ على عرش الولي الفقيه. أعتقد أن المشهد مستمر وسيستمر إلى أن يسقط هذا النظام في رأيي الشخصي. حرق صور خامنئي ليست جديدة، والشعارات التي تطالب بإسقاط الدولة أو الجمهورية الإسلامية خرجت هذه الشعارات العام الماضي أيضا والعام الذي قبله. أعتقد أن سقطت قدسية النظام أمام في أعين الشعب الإيراني. حتى العمامة الإيرانية ورجال الدين الإيراني يعني كان لهم قدسية ولهم هيبة في الشارع الإيراني. أعتقد سقطت أيضا هيبة رجال الدين وسقطت هيبة المؤسسات الإيرانية القوية مثل الحرس الثوري وغيرها. دكتور مسعود، هل يمكن اعتبار ما يجري في إيران بداية الربيع؟ هو الربيع بدأ منذ سنوات، يعني منذ سنوات هناك بداية لهذا الربيع. يعني دايما بنقول أن أي نظام قائم على المذهب أو على الدين جذوره بتبقى عميقة، فعملية خلق يعني إقلاع هذه الجذور بتأخذ مزيدا من الوقت. أعتقد أن الربيع بدأ منذ سنوات ومستمر إلى أن يسقط هذا النظام. كما قلت أن كان الخوف هو الذي العائق الوحيد ما بين الشعب وما بين هذا النظام، لكن هذا الخوف سقط مع تزوير الانتخابات المستمر، مع القمع المستمر، مع كل ما يكون به النظام من مساوئ ضد هذا الشعب. حتى الظروف الاقتصادية لم يعي النظام للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النظام، وكان دائما وأبدا يفكر فقط في أهدافه التوسعية، سواء من خلال البرنامج النووي أو حتى من الميليشيات العسكرية التي يحارب بها في المنطقة. خيارات الحكومة الإيرانية تجاه ما يجري، هل تتجه للتهدئة أم للتصعيد؟ تصعيد مستمر طالما الشعب في الشارع، يعني طالما هناك شباب يحارب هذا النظام في الشارع فإن النظام لن يقف مكتوف الأيدي، التصعيد سيكون مستمر. وفكرة التهديد بقطع الإنترنت أيضا من ضمن الأدوات التي يستخدمها النظام، بالإضافة إلى القمع وإلى الاعتقال القسري وإلى حتى عمليات القتل التي تتم ضد المتظاهرين من الشباب ومن الشعب الإيراني. فالتصعيد مستمر في الشارع الإيراني حتى يعني يحقق أهدافه، أهداف هذا الشعب، هو على الأقل أن يعني يكف هذا النظام عن عمليات القمع المستمرة بحق الشعب الإيراني. شكرا جزيلا الدكتور مسعود إبراهيم حسن الباحث في الشأن الإيراني على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا.